وللتعليق على الموضوع ينضم إلينا عبر الهاتف من لندن المتخصص بالشأن الإيراني السيد محمد المدحتشي. أهلا بكم سيد محمد. بداية، بعد أن أعلنت إيران الإفراج عن سفينتها، حكومة جبل طارق نفت الخبر. ماذا أرادت إيران من هذه المراوغة؟ في البداية أحيي حضرتك أستاذ من الإيران. طبعا إيران تراهن على هذا التضليل الإعلامي حتى تستطيع أن تقول بأن سياستها التصعيدية الحالية أدت إلى نتائج بالنسبة للنظام الإيراني. لكنه سرعان ما شاهدنا أن الموضوع، ونقطة أخرى قبل أن أضيف الموضوع، هي جاءت هذه التصريحات الإيرانية أو الدعاية الإعلامية الإيرانية الفارغة والمتناقضة بعد تصريحات بريطانية حول أن ملف إيران لم يتم مناقشته مع جون بولتون مستشار الأمن القومي الأمريكي الذي زار لندن خلال أمس واليوم. وإيران تراهن على أن بريطانيا لا تريد الذهاب باتجاه الموقف المتشدد الأمريكي ضد إيران، لكنه في واقع الأمر بريطانيا منشغلة في بيتها الداخلي وتريد أن تمر من أزمة بريكزيت التي عطلت البلاد بشكل وآخر، خاصة فيما يتعلق بالسياسات العليا المتعلقة في البلاد. نعم. وبعد ذلك تنشغل بالملفات الساخنة، منها الملف الإيراني. إيران تريد من خلال هذه المحاولة أيضا تعثر على ثغرة في السياسة البريطانية أو بين السياسيين البريطانيين. والمعلوم هو أن حزب العمال وجيريمي كوربن زعيم حزب العمال يدعمون إيران بشكل قوي، واللوبي الإيراني في بريطانيا يدعم من قبل هذا الحزب. نعم. أستاذ محمد، وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف قال إن أمن الخليج مسؤولية دول المنطقة وليس مسؤولية القوات الأجنبية. كيف تقرأ هذا التصريح في ظل بدء تشكيل القوى الدولية لحماية الملاحة في الخليج العربي؟ يعني إيران خلال السنوات الماضية، خاصة بعد ثورتها في عام 1979، حاولت أن تقول هي المفتاح في المنطقة. والنقطة الأخرى أو النقطة التي غيرت هذه السياسة باتجاه أعمق هو الاتفاق النووي. وقال هنري كيسنجر حينها أن الاتفاق النووي سيعطي إيران مفتاح إدارة ملف النفط والطاقة في المنطقة، خاصة منطقة الخليج العربي. وإيران تطمح إلى أن تكون هي يعني الشرطة المنطقة من جديد كما كانت قبل ثورتها. لكنه نعلم أن ترامب بانسحابه من الاتفاق النووي ألغى هذه المحاولة لإعطاء مفتاح المنطقة بيد ملاذ طهران. والآن إيران ترسل هذه الرسائل من خلال هذه التصريحات بأنها مستعدة لتلعب ذلك الدور. بشرط أن أمريكا تلبي بعض شروطها أو تسمح لها ببيع نفطها أو المتنفس اقتصاديا تحت هذه الظروف الصعبة التي تمر بها إيران. صحيفة ديلي ستار في تقرير لها ذكرت أن إيران تعد إرهابيين لمهاجمة أهداف في قلب الولايات المتحدة ودول أوروبية. هل المواجهات فيما لو اندلعت ستكون حرب عصابات باعتبار أن إيران لديها كثير من الأدوات؟ يعني أنا أحاول أن أستظهر بتصريحات سعيد حجاريان الزعيم الإصلاحي الشهير وأحد مؤسسي وزارة المخابرات الإيرانية خلال فترة الحرب الإيرانية العراقية الثمانية سنوات، الذي قال أن مشروع أمريكا يعتمد على إنشاء منطقتين لحظر الطيران في الأحواز وفي كردستان وتسليح الأكراد والعرب ضد إيران أو ضد النظام، كما جاء في مقاله التحليلي حول خطة الولايات المتحدة المستقبلية لضرب إيران. أي بمعنى آخر أن
النموذج الليبي الذي نشهده من صراع وحرب في ليبيا يمكن هو يكون أحد الحلول أو أحد الطرق المواجهة بين إيران والولايات المتحدة. وأيضا الأمير محمد بن سلمان ولي العهد السعودي العام الماضي قال أننا سننقل الحرب الدائرة في المنطقة إلى داخل أراضي إيران، إلى عمق أراضي إيران، وهناك يعني العمل جاري على ذلك. والآن إيران تحاول أن من خلال أذرعها أن تبعد هذه النار المشتعلة التي ذاهبة باتجاه العمق الإيراني. نعم، الدوار على سؤالكم هو بالنعم، إيران تحاول أن تستغل أذرعها، منهم الحوثي، واليوم جماعة الحوثي يتواجدون في طهران والتقوا بخامنئي. ولكنه السؤال يبقى، هو هل أذرع إيران مستعدة أن تضحي من أجل سيدتها وملالي طهران حتى الموت؟ هذا سؤال أنا لا أرى أنه لا جماعة حزب الله في لبنان الإرهابية ولا الميليشيات الإرهابية في العراق ولا جماعة الحوثي الإرهابية، هؤلاء ليسوا مستعدين أن يضحوا إلى الموت. محللون سياسيون يقولون أن الأزمة بين واشنطن وطهران ستستمر بقدر تحمل الاقتصاد الإيراني، يعني مبدأ النفس الطويل الذي تتبعه الولايات المتحدة. إلى أي مدى يمكن أن يتحمل اقتصاد إيران في ظل الأزمة الداخلية التي تعيشها؟ يعني الاقتصاد الإيراني بسبب المخزون الإيراني من العملة الصعبة التي وفرها الاتفاق النووي لها يمكن أن تصمد عامين، وهذا الكم من المخزون يقدر ب 100 مليار دولار. والاقتصاد الإيراني حسب الإحصائيات الرسمية الميزانية العامة للاقتصاد الإيراني تقدر سنويا بما يقارب 40 مليار دولار. وفي هذه الظروف أيضا نظرا للعقوبات كلفة الاقتصاد الإيراني ستكون أكثر، لأنه إيران لا تستطيع أن تستورد ما تحتاجه من المجاري المتاحة القانونية، وعليها أن تدفع أكثر من خلال السوق السوداء أو الاتفاق على العقوبات الأمريكية، تصرف أموالا أكبر على ما تحتاجه من الخارج لتستورده. وفي أحسن حالة حسب التقديرات إيران يمكنها أن تصمد إلى عامين ولا أكثر من ذلك. ولهذا السبب إيران اختارت التصعيد في منطقة الخليج العربي، والآن هي ذاهبة حتى مستعدة أن تذهب باتجاه حرب، لأنه هذه الحرب ستكون في صالح إيران وليس في صالح منافسي إيران أو الولايات المتحدة أو جهات أخرى. إيران لا تريد أن تسمح للولايات المتحدة أن تحدد توقيت ومكان اللعبة القادمة بعد الانتخابات الأمريكية في نوفمبر. أستاذ محمد المدحجي المتخصص بالشأن الإيراني كنت معنا عبر الهاتف من لندن، شكرا لك.